اشتغل في لجنة الأمن القومي، دي كان لها دور بارز في تمرير أخطر القرارات اللي شهدتها الساحة الليبية، اللي هو قرار رقم 7. إيه قرار رقم 7 للجنة الأمن القومي التابعة للمجلس النواب اللي كان فيه خالد المشري؟ أباح هذا القرار، بموجب هذا القرار أباح للميليشيات اجتياح مدينة بني الوليد لمدة زادت عن 20 يوم. استعملت الميليشيات فيها القصف العشوائي بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة وصواريخ الغاز ضد المدنيين. جراء ذلك الاجتياح لبني الوليد سقط 78 ضحية في مدة 20 يوم. يبقى القرار رقم 7 اللي أصدره عضو لجنة الأمن القومي خالد المشري في البرلمان أتاح لأول مرة، يتيح قرار للميليشيات الموجودة أمامنا هي في الصورة. الميليشيات دي دخلت بالفعل بني الوليد وقامت بتصفية 78 ضحية من أبناء بني الوليد، بينهم أطفال ونساء، منهم 4 نساء و7 أطفال، وكمان في 324 من الجرحى، إضافة إلى حملة واسعة من الاعتقالات على أساس الهوية الاجتماعية لأبناء القبائل، و16 حالة اختفاء قسري، وقتل 36 شخصا تحت التعذيب في سجون ميليشيات مصراتة، وسرقة وتدمير وحرق الممتلكات. ده بسبب القرار رقم 7 اللي أصدره. يعني هو تم انتخابه، دخل لترشح وانتخبوه ودخل الأمن القومي عشان يطلع قرار رقم 7 بمنح الميليشيات صك الدخول إلى بني الوليد لإحداث هذه الربكة. ده شغل الإخوان.